الجمعية بدت لأنه كان في إلها حاجة، حاجة ماسة. هاي بناتي بسلم واحدة للروضة واحدة للحضانة وأنزل على شغلي. هذا القسم بيشتغل فيه بحدود 120 ست. أساسيات العمل عندنا أنه السيدات المهمشات، السيدات اللي ما كان لديهم القدرة على مواصلة تعليمهم، ما كان لهم فرصة في الحياة أنهم يشتغلوا في أي مجال، فالجمعية أنها تبنت هؤلاء السيدات. خلال فترات الخدمة الطويلة للستات هذولا عندنا فوق 5000 سيدة استفادوا من الخدمات اللي قدمها المشروع. صار لي 28 سنة هون. بغرب الهول الشيء بطلع المحمص لحال والخشنة لحال والحجار لحال بطلع زي ما بنستلمه بنسلمه يعني شوال. بس خلال فترة العشر سنوات الآن تواجد فيها الإيد في كتير تغيير في شخصيات هاي الستات اللي احنا عم نشتغل معهم في قسم المواد الغذائية. الدخل تبعهم بتراوح بين 100-120 دينار، لكن في خدمات أخرى عم بيستفيدوا منها. احنا عم ندخل أولادهم بالروضة ببلاش، بدخلوا الحضانة، بروحوا بتعالجوا بالمركز الصحي. المركز الصحي يعتبر احنا في محافظة الزرقاء مركز صحي نموذجي، لأنه في خدمة متميزة ومتكاملة للسيدات، في صيدلية، في أطباء أخصائيين، فهي في خدمات أخرى تقدم لهاي الستات بشكل مجاني، مما بخليهم يتحفزوا ويتشجعوا بشكل دائم. في أمور مادية عم باخدوها، أمور معنوية، بالإضافة إنه نشركهم في برامج كتير، في الدورات اللي إحنا بنعطيها للسيدات، سواء البرامج التوعوية والتثقيفية، باستمرار من نشرك هؤلاء الستات في هاي البرامج اللي إحنا بنشتغلها. شعرت لما كان زيد زوجي الله يرحمه ضابط ميداني يخدم بالوحدات العسكرية، إنه في كتير من عائلات الجنود بحاجة ماسة لأي نوع من المساعدة. الجمعية تأسست سنة 1971، بعد أحداث 70 صار عنا أرامل ويتامى كتار. أسسنا هاي الجمعية مع أم شاكر، وكنا كلنا الستات في البلد، كنا مجموعة كبيرة، وبدينا إنه نتجمع كلياتنا في البيوت مشان نقدر نعمل شيء لعائلاتهم وللجيش الأردني تبعنا. فقالت لي لازم تيجي تشتركي معنا بأسرة الجندي، فكنت أجي من المفرق وأحضر الاجتماع وأرد أطلع. So we started the center in Zabka to help women help themselves. And we just went from there. كنا إحنا المتطوعات كسيدات نروح بسياراتنا للعناوين اللي ناخدها عن منازل الجنود، وجمعنا مبلغ كتير بسيط من المال أنا وبعض الصديقات بحفلة صغيرة. بدينا ب750 دينار أردني، فبدينا المركز الاجتماعي بالزرقاء حتى تكون الخدمات موجهة لهذه الفئة بطريقة منظمة أكثر. جمعية رعاية أسرة الجندي موجودة في محافظة الزرقاء وبالذات منطقة الغورية. من الخصائص اللي موجودة في محافظة الزرقاء الكثافة السكانية. الزرقاء تعتبر ثالث محافظة في المملكة من حيث الكثافة السكانية. عندنا منطقة الغورية تعد من المناطق المكتظة بالسكان، عندها ما يفيق على 70,000 نسمة في منطقة الغورية لحالها اللي موجودة فيها الجمعية. مجتمع الزرقاء في نسبة الفقر جدا عالية، بس لابد إني أنا أسلح هاي الناس بالمعرفة. التسليح بالمعرفة بخليني بيساعدني على إني أنا أواجه الفقر. كيف اني انا ممكن انا بيجيني دخل جدا بسيط، دخل كتير ضئيل، لكن لما يكون عندي معرفة والمام كيف اني انا اتعامل مع المشكلة، راح تكون مشكلتي كتير اخف من واحد ما عنده اي معرفة او ما عنده اي المام. حياتنا كلها حياتنا والله عذاب. انت عذاب؟ والله عذاب حياتنا من البداية للنهاية. حياتي عذاب يعني كلنا هنا
وين؟ هي جبت جابوا كياس؟ احنا هون هاي المرحلة الأخيرة بشغل الستات اللي هو بعد ما يغربلوه ينقوه في عنا هون بنجيبه لمستودع الجاهز اللي بدنا نطلعه للمؤسسات. احنا كل المؤسسات العسكرية والمدنية تطلب من شغلنا، وهون في عنا بهذا الكيس 20 كيلو زي هيك، طبعا كل كيس في كيلو فهذا بيحتوي على 20 كيلو. هاد الشماغات بيشتغلوهم الستات بالبيوت، ما بيشتغلوهم عندنا هون، بس احنا طبعا بنجيب المادة الخام وبندرسها وبنحضر لها المواد كلها وبنعطيها للستات بيشتغلوها ببيوتهم. طبعا درز البنات بيدرسوها بعدين بنبعثها لل بيجي بياخذوها بيهدبوها بيرجعوها، يعني بيرجعوا لنا اياها جاهز. هاي بدنا نعطيكي نوفا انت 4. أنا صار لي 25 سنة هدب من المحلات، أما أسرة الجندي حدود 10 سنوات أهدب. الشماغ نمسكه ونغزه ونهدبه بثلاث أيام، يعني 4 أيام نقعد على الشماغ زي هيك. كل فترة وفترة تجيب لنا الجمعية، ما هي مستمرة، من هدب لهدب يختلف، فيه خصوصي فيه تجاري، كل واحد سعره لحال. الشهر 60-70-80 دينار بس، أكثر لا. صعب هو نوعيتين الشمغة دول صعبات، شغلة متعبة، ولكن الحمد لله الواحد شو بده يساوي. كل ما فيه من البيت مني أنا، ما فيه معين غير الله سبحانه وتعالى بأي شغلة. بالزرقة ما فيه، الشباب هم لاقيين وظيفة، كيف بدها تكون المرأة ربة بيت وبدها تلاقي شغل؟ من الصعب يعني بالمرة. أنا نور محمد، تزوجت وأنا صغيرة، كنت يعني مبسوطة، كنت مكيفة على الفستان الأبيض، مش إني مكيفة على الجيزة، فما بعرف شو في ورا الفستان الأبيض. أنا كنت فبلشت حياتي، أنجبت أول ولد، بعد ما خلفته بلشت حياتي بالمشاكل مع جوزي، بعديها خلفت كمان توم، بعدها زادت مشاكلي أكثر وأكثر، مش بسبب إشي، بسبب المادة، بسبب زي ما بيحكوها الطفر. بعديها حملت، لما حملت كان جوزي عندي بس انسجن بعديها، بس فترة السجن قعدت 2 سنين، وعانيت مع 4 أولاد، عانيت كثير مع 4 أولاد، ما عرفت شو بدي أعمل، فصرت أدور على شغل، ما لقيت على شغل، فشفت أسرة الجندي فحاولت اني اروح اشتغل فيها يعني، فكثير استفدت من أسرة الجندي، كان وضعي بالمرة يعني، كان وضعي من الصفر، فكونت حالي شوي 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 يعني، كل ما بصح لي راتب كويس بشتري لي شغلي للبيت، كان يعني كان بيتي عدم، ما كان فيه اشي يعني، كان كل جوزي بيع لي اياه. كيف كنت يعني وانا كيف صرت يعني؟ فعلا انا كنت انا متفاجئه من حالي يعني، ما كنت متوقعه اني انا اصير هيك اصلا يعني، كثير كنت ضعيفه يعني، كنت متامل اني انا ظني زي هيك يعني، على البلاطه يعني، ما بعرف إشي بالمره. كنت المديره كثير ساعدتني كثير، و يعني كونت شخصيتي كثير يعني، بشغلات زي محاضرات زي ندوات كنا نحضر ونقعد يعني مع ناس كثير يعني، كنت كثير يعني انبسط، كان يعني مخي يفتح شوي شوي، بالذات يعني كمان مع جوزي يعني، كثير كان جوزي كنت أعاني منه كثير يعني، من ناحية العنف والعيش يعني بالمرة كانت معاه،
فلما شافني زي هيك يعني كثير يعني هو انبسط مني يعني. يعني لما طلع من السجن يعني شاف إشي هيك كبير يعني، وإني أنا كيف كونت حالي يعني من حالي، وما اعتمدت على حدا ولا على أهلي حتى. أهلي يعني قديش كنت أجيهم زعلان وهذا وأنضرب من جوزي وهذا، ما كانوا يساعدوني بالمرة، كانوا يحكوا لي بيتك وجوزك. طب بيتي وجوزي، طب أنا بدي حدا يكون. فقررت إني ما يوم الأيام إني ما أزعل عندهم ولا أحكي لهم شو بصير معي، ولا لو إنه شلن أحكي لهم أعطيني ما بعطيني، لا بالعكس. شفت يعني لما أشوف حالي يعني خلص شغلي وخلص. يعني ما شاء الله يعني كنت أحصل يعني أحياناً 100، أحياناً فوق 100، أحياناً تحت 100. غيرت كثير مجرى البيت يعني، كل شهر كنت بشتري لي شغلة، كل إشي اشتريته. أول ما بلشت طرشته، دهنته، غيرت الديكور تبعه، نزلت على السوق وجبت برادي جهزتهم جديد، اشتريت كمبيوتر لأولادي عشان هم يتعلموا بالمركز كمبيوتر، فطلبوني كمبيوتر فجبت لهم. اشتريت غسالة، بعديها بشهرين ثلاثة غيرت جبت غاز، بعديها 5 أشهر 6 أشهر اشتريت ثلاجة، اشتريت تلفزيون وطاولة جديدة. ساعدتني أسرة الجندي بابني مهيوب اللي كان مريض، اللي ما كانش مثلا حدا يتقبله بالمرة، إنه دائما بصيح وبصرخ، فحطولي إياه في مركز الحاج بجبل حمزة، حطولي إياه. استفاد كثير ابني يعني عن طريق أسرة الجندي القسط. أنا ما بقدر أدفع القسط، أنا بدك صراحة ما بقدر أدفعه بالمرة يعني. تعال أورجيك دجاجاتي اللي أنا ربيتهم يعني زمان عندي طبعا. هنا هي طبعا أنا بحب الدجاج ببيضن هنا. كان عندي دجاج كتير غير هيك بس ماتوا، هذول اشتريتهم جديد يعني لهم بجوز سنة تقريبا عندي هذول الدجاج، وبستفيد من بيضهم بتبيض الدجاجة. فعلا بعد كل اللي مريت فيه بس عن جد كثير أنا مبسوطة، كثير متريحة يعني. حتى لو وضعي يعني تحسن إني أترك أسرة الجندي، لا ما بقدر أترك شغلي يعني، بستفيد منه لأولادي صح ولا لا؟ بشجع نسوان كثير يعني إنهم ما ييأسوا، ما يظلهم يعني كل واحدة حاطة إيدها على خدها إنها يعني بتنضرب وبتنهان يعني وخلص يعني. بدك صراحة بإيدها كلها بتقدر تعمل كل إشي يعني، بتقدر تلجأ يعني، تشتغل يعني، تكون حالها، بتحس حالها إنها كونت إشي بإيدها. عن جد أنا لما بشتغل بإيدي وبجيب شغل بإيدي بحس يا الله عن جد بكثير يعني، بحس حالي إني كونت إشي بإيدي يعني. بالزرقة بالذات لما كنت أروح أشوف الحالات أنا وزميلاتي وندرس كيف نقدر نساعد الحالات في منازلهم، لاحظنا أن أولاد صغار كتير بيلعبوا بالطريق وحافيين وبضربوا بعض بالحجار، ما عندهم ملاعب وما عندهم حضانة. الحاجة الملحة كانت أول ما شفناها أنه لازم تكون في روضة للأطفال، وهذا العمل الأولاني. ترللا 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 حطي بطنك جوا، احنا كلنا يلا حطي بطنك برا، حطي بطنك جوا، حطي بطنك برا، هزيه شوية، قال الحركة عشان تشطي، هزيه شوية، دوري كل مرة، دوري كل مرة، ترللا 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 ترللا، راح صار يجيب الحجار الصغيرة وحطهم بالقنينة. لما حطهم بالقنينة شو صار بالمية هون؟ صارت تطلع لفوق ويقرب منقاره مشان يشرب المي.
من خلال روضة الأطفال تعرفنا على الأمهات، تعرفنا على مشاكلهم، وتعرفنا على الحاجة المادية الموجودة عندهم. صرنا نفكر كيف بدنا نحسن هذا الوضع، وتعرفنا على أنماط العمل، على عدد أفراد الأسرة العالي جدا بالمنطقة. من وقت ما أسسنا الجمعية ولقينا إنه إيش الخدمات اللي لازم نبدأ فيها، كانت العيادة. العيادة لأنهم كلهم أسر جنود وما بروحوا على مستشفى الميدان الثاني لأنه بعيد وساعات الانتظار طويلة وأطفالهم كتار بالبيت وما بقدروا يتركوهم، فعملنا عيادة بمساعدة القوات المسلحة، وهذه أكتر قسم من أعمال الجمعية فيها كوادر طبية عسكرية، لأنه هو قسم من عمل مستشفى الميدان الثاني، فأصبحت الكوادر من مستشفى الميدان الثاني تيجي لعنا، وعدد المستفيدين بالشهر بصل حوالي 4000 حالة فيها مراجعات أو حالة بتيجي للعيادة. لذلك في عنا كوادر طبية عسكرية، بس بقية الكوادر مدنية وعلى حساب الجمعية. مريضة استنى حمي شوي على الكراسي. أكلك سنة من الدكتورة. ريبين عندك؟ ريبين عندي. مين علا؟ بتضم المركز 9 عيادات، 9 عيادات، عيادة باطنية، نفسية، أطفال، نسائية، تنظيم أسرة، حوامل، بالإضافة إلى عيادة طفل سليم وعيادة مطاعيم. اللي بغطي عنا العيادات كأطباء، أطباء من مدينة الحسين الطبية وأطباء من مستشفى الأمير هاشم، ومرتب مستشفى الأمير هاشم مرتب عسكرية. بالنسبة كمان لعنا المركز في صيدلية، الصيدلية نفسها بتعطي علاجات للمشروع وعلاجات لمنتفعين الجيش. بالإضافة إلى المركز عندنا في قسم اللي هو قسم الزيارات المنزلية، تقوم الباحثة الاجتماعية مع التمريض بزيارات منزلية للحالات اللي بحاجة، مثل حالات السكر، حالات الشلل الدماغي، السيدات الحوامل، سيدات تنظيم الأسرة. وفي عندك الوسائل القصيرة اللي هي التحاميل المهبلية اللي بتنحط قبل الجماع. عندي علامة ما شاء الله، عندي حنين، عندي بهاء وعندي ضياء، 4 بكفوا ما شاء الله. بالنسبة للظروف والوضع الاجتماعي يعني بدنا نساعد شوي أنا وجوزي حتى نقدر نعيشهم. انت بتعرفي كيف الظروف هسه. عيادة تنظيم الأسرة قائمة على إنه مبدأ أول شيء إنه بنتابع حوامل إحنا، وبآخر فترات الحمل لإلها بنصير نقدم لها النصيحة الطبية اللازمة لحتى إنه تباعد بين الأحمال بين بعض. فإحنا بنبلش مع الست من لما تكون هي تراجعنا وهي حامل، طبعاً مو بأول حملها لأنها بتكون مبسوطة على حملها وهيك، فبآخر حملها إحنا بنحس إنه الست بلشت تتعب من الحمل، بلشت بحاجة إنه إحنا إذا قلنا لها بعدي بين الحمل والحمل إنها تستوعب الفكرة. في منهم بيكون عندهم أفكار قديمة وأفكار من أهليهم من زمان، وإنه حرام وإنه من مبدأ الحرام أول شيء. في منهم من مبدأ إنه أزواجهم بتحب الأطفال وهم بيحبوا الأطفال، كلنا بنحب الأطفال، بس إنه مش بالطريقة اللي بنحسها بين الستات إنه سنة 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 بين الطفل والطفل، فهيك إنه بيكون متعب مرهق على الست وعلى الأسرة وبالنهاية على المجتمع ككل. بأوائل السبعينات كان تنظيم الأسرة موضوع صعب تحكي فيه، كان موضوع يفكروا كتير من الناس وعندهم اتجاه وأنماط يعني إنه تنظيم الأسرة ضد الدين وحرام بالدين الإسلامي. هذا كان أكبر تحدي الحقيقة، وهم كانوا طبعا بحاجة ماسة للمال، بس أكتر من المال بحاجة كانوا أنا لقيت ماسة للتغيير أنماط التفكير. هذا كان أهم إشي عندي إنه يتغير اتجاهات الغلط اللي كانت، مثل إنه تنظيم الأسرة حرام، مثل العمل المرأة بالخارج بعرضها لمذلة لا سمح الله، مثل إنه عدم الثقة بقدراتهم إنهم بيقدروا يتطوروا ويتعلموا مهارات جديدة. فكنا نصرف وقت كتير إنه نغير هذه الأنماط ونخليهم يآمنوا إنه عندهم قدرات بيقدروا يطوروها وعندهم مهارات بيقدروا يتعلموها اللي بتساعدهم.
كانوا بنعدوا على الأصابع اللي كنا نعرف يقبلوا هذا الشغلة بالتنظيم. هذا بدل على قديش شغلنا بالتنمية، تنمية الأسرة عم بيعطي مفعوله. فحبينا مساعدة شيوخ بالقوات المسلحة إنهم يتكلموا لهذه الفئة من الجنود. لما صار عندنا مركز صاروا يتكلموا ويحكوا مثلا إنه تنظيم الأسرة مش حرام بالدين الإسلامي. شوف اضحك واحكي اس. طيب هلا نحكي اس. اس كمان اسو. اسو ممتاز. اسي. اسي شاطر. هلا ما نحكي ساعة. ساعة إذا كانت ممكن. ساعة. ساعة كمان. ساعة. ساعة بطل. سيارة. سيارة لا بدها تصفر. طيب شوي بدي يطلع هوا وتصفر. حس كيف بيطلع هوا. ساعة. إسا. يلا دورك. إسا. ممتاز. إسا. إسا. برافو. إسا. إسا. ممتاز. الساعة. الساعة. وين الهواء؟ في هواء. الساعة. الساعة. ممتاز. أوكي هلا مدام بعد ما عملنا له تقييم للأصوات العربية كاملة لقينا عنده إنه حرف السين والصاد بحكيهم تاء. فهذا يعني أنا لي 15 سنة بالجمعية بشتغل في قسم المواد الغذائية. نتعالج إحنا وأطفالنا معنا في العيادة، في الروضة كمان يعطوهم مريول ويعطوهم كتب. أولادنا معنا في حضانة للأطفال كمان معنا، يعني أطفالنا بيروحوا بيجوا معنا. فإحنا بنقيم الحالات اللي بتيجينا وبنضع خطة علاجية حتى نمشي عليها جلسات معينة. وفي كتير حالات استفادوا يعني وصاروا هلأ طبيعيين وبطلوا يراجعوا عنا، يعني خلصوا علاج انتهى علاجهم وبطلوا يراجعوا عنا. السلام عليكم. عليكم السلام. بابا شمعكم جاهزين؟ جاهزين. اي نعم طبيعي. نعم مديكي كيف مرتبين شمعاتي كيف رفايس لا مديكي مديكي في شمعات هسا؟ والله هسا ما في شمعات ان شاء الله بس يجي بنرن عليكم. ماشي شكرا يعطيك العافية. نعم أهلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الشغل هاي يعني فيه ستات بتعطيهم الشغل بيرجعوا لك هاد مش نظيف مش نظيف وبعدين مش ملزوز كتير. هون هي بتعطينا إياها بدون يعني على الخط مستقيم كلياته ما في إشي طالع إشي نازل. والحب أختي الثانية مو ولوحاتها بصراحة مرتبة كمان. ابتدى المشروع مشروع الكمبيوتر في بداية شهر 4/2007 بعد ما بدأت المدارس فترة واحدة بالصباح بدل الأمهات ما يضلوا نايمين أو مثلا مرتاهين في أشياء غير مفيدة صرنا نرتب مواعيد للأمهات حتى إنه الست يعني تيجي تستفيد أي مجال يعني مجال العمل مجال أن تساعد أولادها هي نفسياً تصير تستخدم الكمبيوتر بشكل سهل يعني ما يضل إشي مخيف بالنسبة لهم. زائد المادة اللي أنا بعطيها عاملها بشكل دوسيات أسلوبي بطرح المادة سهل جداً يعني ما بحكي بأسلوب قال وقيل مش عارف شو بوصل الفكرة بشكل مباشر سهل بحيث كل المستويات تصل الفكرة بشكل مباشر تتجاوب مع كل المستويات بالتفكير. في طالبات عندي كمان بعد ما خلصوا الدورة صح لهم مجال شغل فرجعوا يعملوا ريفرش خاصة ببرنامج الوورد والتايبينج عربي انجليزي. هلأ احنا بنحاول انه نخلص من الدورة المبتدئين مستقبلا ان شاء الله رح نبدأ في برنامج متقدمة اكثر يعني ادفانس اكثر من المبتدئين. وغير دورة الاي سي ديل ممكن احنا نعمل دورات الفوتوشوب او الجرافيك يعني يكون على مستوى أعلى. كمان اكتشفنا إنه المنازل كانت بحالة خطرة للأطفال الصغار اللي اجوا عنا بالروضة فصرنا نعمل برنامج
علشان نحسن بيئة الطفل في منزله. الأطفال الجدد اللي بيتم تسجيلهم لأول مرة بالجمعية، إنه ما سبق لا لهم ولا لأخوانهم اللي قبلهم، إنهم درسوا بالجمعية، فلما نسجلهم بنبلش دراسات لهم بالبيوت ضمن برنامج تنمية المجتمع المحلي اللي انبثقت هاي الفكرة من سنة 86. فأي بيت بحاجة لترميم نواحي مغسلة أو مرافق صحية بالجمعية بتقدم لهم هاي بعد طبعا الدراسة وبعد تفرغة البيانات وإجمالهم كلياتهم في ملفات خاصة، وبنروح إحنا مع مربية الطفل والطفل نفسه ونخبر الأهل قبل بيوم إنه إحنا جايين نزوركم ونشوف الوضع. فلما نروح على الوضع ونشوف على حقيقته بنشوف النواحي الاجتماعية إذا بيعانوا من مشاكل، نواحي صحية، نواحي مادي، وضع اقتصادي البيت، هل هو بحاجة إلى ترميم؟ معلش محبيب خلي زوجك بس يعني لو ركب لها هنا فيوز أفضل، يعني الطفل ممكن إنه يشدها يروح يتكهرب. صح صح، يعني كثير خطرة هاي. طيب هاي الأسلاك اللي طالع هاي الواحد بخاف منها. البلاستيك ما له علاقة بالوضع المادي. صح صح صح. ولا بالوضع الجسدي. صح صح. كل راس مالها علبة فلاش وعملية تنظيف بس. ما علبة مطهر يعني. أوكي إن شاء الله إحنا بس نخلص الورشات الدراسات بنحط لكم برنامج إمتى بدنا نبلش بالورش. يعطيك العافية. أزعجناكم. عندهم المطبخ والحمامات بحاجة لصيانة، يعني بحاجة لمغسلة، بحاجة لسيفون للمجلة، دش وحنفية بالحمام مكسورين، شبابيك البيت كلهم مكسرة، عندها وضع مادي كتير صعب، يعني راتب زوجها ما بكفي لأولادها ولإلها. الجمعية إن شاء الله إذا صارت في فرصة عمل إلها بالمواد الغذائية بنحاول إنه نرتب لها إن شاء الله، بنخبر الإدارة العامة لأنه فعلا بحاجة لشغل هي. هذه الأشياء كانت وقعها كبير يغير نمط حياتهم بالبيت، يعني المغسلة كانت لبعض النساء بالبيت اللي بتيجيها المي وبطريقة طبيعية مش هي تصب لزوجها لما بده يحلق أو تصب من بريق لما بدها تغسل وتجلي. وجود المغسلة كانت حلم لبعض سيدات المنازل هناك. هو قلة المي يمكن عم تعمل ايش سيدي وين راح؟ جوا تركيب سيفون المجرى، صيانة خط المجرى تاعت المجرى والحنفية، اشتريناهم كلهم حلالة ومنازل وخلاط المجرى. خلاط المجرى غيرناه كان في مشكلة تبديل الخزان بالنافع ومددون. إمتى المي تيجي؟ بتكون عادة إن شاء الله. راح تيجي وتعبي الفندق إن شاء الله. أنا اسمي بدري يوسف يعقوب الخطيب، بديت في الجمعية من سنة 80، دربت السنة والتحقت للخياطة، قعدت 14 سنة بالخياطة. بعد الخياطة انتقلت لقسم الغذائي في الجمعية، ولحد الآن بشتغل في قسم الغذائي. أول شيء كنت متجوزة أنا وإلي ذرة، وتوفى الزلمة صابت جلطة وهو يصر معانا. أول شيء كان دارنا ترابي، وأنا نايمة بالليل الساعة 2 في الليل نهدن عندي غرفتين ترابيات وصفيت بالشارع، قعدت بيجي سنة وأنا بالشارع. طلعت لست أسماء بهاء الدين وحكيت لها أنا يعني إني أنا ندت داري وقعد في الشارع وبنولي الدار، وهين الحمد لله قاعد بالدار بنولي الدار وزبطوا لي إياها، ما خلوا علي إشي، ولحد الآن الجمعية بتساعدني كل ما أحتاج إشي وديك بطلع أسد سواد وبتساعدني. عندنا مثلا قسم الخياطة الصناعية، قسم الخياطة الصناعية الجمعية ما بتستفيد ولا شيء منه، القسم هذا مفتوح فعليا فقط للسيدات العاملات في المشروع، عددهم بحدود 40 ست عم بيشتغلوا. احنا بناخذ القصات من القوات المسلحة، السيدات هم بيعملوا الفينيشنج النهائي للبنطلونات للأواعي اللي لها علاقة في القوات المسلحة، طبعا احنا مأمنين لهم موظفات، مأمنين لهم الكهرباء، مأمنين لهم المواصلات، كل ما يتم دفع أجورهم لهم من القوات المسلحة الجمعية لا تستفيد أي شيء، إنما هو القسم مفتوح هو فقط لدعم هؤلاء الستات. ممكن بالأسرة هون تلاقي مجال يعني تمشي حالك، إذا بيتك قريب يعني تمشي حالك بين أولادك وبين بيتك وبين شغلك، أما إذا كان بعيد يعني زي شغل المصانع بعيد،
لو ما كان في جمعية كان يعني اضطريت أشتغل بالمصانع، وهذا كله بده يكون إيش؟ ضريبة على أولادي، ضريبة إنه ما في يعني مش راح ألاقي الفترة اللي أقعد مع أولادي أتفهم أنا أولادي يدرسوا، يعني شغلات كثيرة. أما هيك صح إحنا بنلاقي مجال. بخصوص الجمعية غيرت لي أشياء كثيرة بصراحة، كان ضروري شوي يعني، فهلا الحمد لله العائد اللي أخذه منها الحمد لله منيح، بسدد ديوني اللي علينا وشغلاتي هيك. الإنسان حلو إنه يكون منتج في الدنيا، مش سهل، ويعني مش غلط الواحد يساعد، خاصة أنا قاعدة بوضع يعني بيتي مش مستقر، مش قاعد لوحدي في البيت، ف يعني محتاج لأي دينار لأي إشي بفوت لبيتي، الحمد لله يعني مرتاح. لو الواحد ما هو مرتاح ما بتقل. هلا النباتات الطبية بلشنا ننتج من دنم و700 متر. نتائج المرحلة الأولى ساعدت الداعمين لنا أن نتوسع في المشروع في محافظة المفرق في منطقة الخالدية، وتم البدء بالزراعة في عام 2007 وزرعنا 7 دنمات: الزعتر، الميرامية، المليسة، النعنع، الحسلبان، كل مادة بيحتاجها للبيت الأردني اللي بتداولها يومياً. هلا عندنا بحدود 25 سيدة عم بيشتغلوا بالمشروع، 10 في الخالدية وبحدود 15 في محافظة الزرقاء. اللي بالخالدية بيقوموا بعملية الزراعة والقطف والتجفيف، اللي عندنا في محافظة الزرقاء بيقوموا على عملية التصنيع. الحمد لله في عنا مؤشرات كتير جيدة. احنا بلشنا تقريبا من عام 2008 ننتج ونزود السوق المحلي، كل سنة بتزيد من مبيعاتنا منه بحدود 15,000 دينار. السنة مثلا مبيعاتنا من المشروع بحدود 45,000 دينار، مما يدل على انه الامور الحمد لله ان شاء الله انها تكون للافضل، وعنا رؤية انه تكون امورنا افضل للمستقبل، انها تمصل مبيعاتنا مثل ما هي في الاقسام الانتاجية الثانية الفريكة والعدس، انها مبيعاتنا الحمد لله هي اللي عم بتغطي مصاريفنا من بقيه الاقسام الثانيه. اكيد احنا بنشكر كل الجهات المانحه، سواء المركز الوطني للبحوث الزراعيه ونقل التكنولوجيا، وزاره التخطيط، مرفق البيئه العالمي، اللي ساهموا معنا وساعدونا في انجاح المشروع. هلا هم الممولين تقريبا نقدر نقول من سنه ونص، هلا ما فيش لهم اي دور، انما ومع هيك الجمعيه لا تزال ماشيه في المشروع، في ادامه للمشروع، في انتاج بالمشروع، لانه احنا بنعمل دراسه جدوى اقتصاديه لاي مشروع انتاجي بيتم عمله. علينا كلنا وجوهنا مفتحه من الاثار الزعتر والليك مليسه حسربان. الجمعيه هون انها افضل شيء لي انا، يعني لا نروح على اولادك بكير، نروح بكير على بيوتنا يعني ما شاء الله. والمديره برضه ما قصرتش معانا يعني، اعطتنا شغل اضافي لنا الشغل الغذائيه، بنحسن تحسين الاوضاع يعني تحسين وضعنا ممتاز، حسننا صراحه والله الحمد لله. كان هذاك يعني الشغل الثاني ان احنا اكبر مساعدي ان الجمعية ما شاء الله فعلا وفرت للناس يعني شغلات كثيرة، يعني وفرنا حالنا الروضات بدل ما ندفع مبالغ يعني مبالغ يعني الواحد بيجي منها ما حاول تروحوا معها الأجرات ريحتنا، ما فيش أجرات بيوتنا قريبة، وأفضل إشي إنها فيها إنها كلها نساء هي اللي مريحتنا، هاي أحسن إشي حتى يعني نظرة جوزي متجوز علي والله محمد، ومش هذاك المبلغ كان يصرف علي، وطبعا ما يعني سسوا هادو احلام طبعا انفضل كثير علي، شجعوني ان اجي اطلع واشتغل واساعد مثلا بيتي واصرف على بيتي وعلى بناتي، انا عندي بنتين ولدين الحمد لله رب العالمين. انا منفصله من 8 سنين تقريبا، عندي 4 بنات وولدين، لان اول شيء كانت حياتي بالمره تعيسه، ولا اعرف اشي ولا اروح ولا اجي وبنفسي هيك، دلوني على الجمعية حكوا لي روح هناك كلها نسوان، طبعا مبدأ عنا بالعيلة انه ممنوع اني اروح اشتغل بمكان فيه رجال، هيك حياتنا
لما قالوا زي نسوان لحالهم شجعوني واجيت والحمد لله اشتغلت. اليومين مريضة بجوز لما أروح على البيت نفسيتي تتعب، بس أجي هون ومع النسوان والحركة والشغل بصير فيه تجديد حتى بالحياة. هون الجو الحمد لله الأجواء هو حلو، يعني هون إحنا إيد واحدة، إيد واحدة يعني اللي شغلتها صعبة شوية بالساعد الثانية معها، ما بكون مثلا ضغط على واحدة، ضغط علينا كلنا بكون ما شاء الله بشغلنا. كنت والله أول بصراحة والله كنت أمد إيدي للناس، كانت تجيني حتى صدقات للبيت والله، ما كنت أعرف إشي. هسه لا والله، هسه لا، مع إنها الحياة صعبة وغالية بس زي ما بيحكوها بكذب وبصدق على هالراتب، حتى لو اتداينت أخذت من هون أخذت من هون آخر الشهر بسده، بعرف في إلي راتب مركني عليه. هلا في كتير بعض الجمعيات بعد ما تأخذ التمويل بتتعثر وبتوقف، بتبطل في عندها قدرة على إدارة المشاريع، بينما إحنا في داخل الجمعية ما عندنا أي مشروع بيتم فتحه إلا بيكون في دراسة كاملة، إنه بعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاث سنين وبعد عشر سنين إيش ممكن المستقبل للمشروع بده يكون. الهيئة الإدارية لرعاية أسرة الجندي بتجتمع مرتين بالشهر، وبهذه الساعات اللي بنجتمع فيها نبحث جميع المشاكل الإدارية والمالية والاجتماعية للمركز عن طريق تقارير وعن طريق وجود مدراء الأقسام معانا، وبحث المشاكل وجود حلول إلها بالمساهمة من رعاية أسرة الجندي للهيئة الإدارية ومن الموظفين اللي موجودين فيها اللي هم عيوننا وأداننا وأكثر بيعرفوا عن الواقع منا، بس بنحب نعرف منهم نسمع منهم وبعدين إحنا نعمل قراراتنا في حل هذه المشاكل والمساهمة فيها. عندي الهيئة الإدارية كانوا زميلاتي ساعدوني، كلنا استفدنا من العمل، كلنا مع بعض اتطورنا، وكان متعة إنه إلي إني أشتغل مع هذا الفريق من السيدات ولمدة زمنية طويلة طويلة. في منهم صلهم بين 30 و40 سنة معي، وفي منهم طبعا عدد بسيط اللي هن جداد. احنا كبرنا بالسن وهي الجمعية كبرت بعطائها وكبرت بتوسعها وبأكبر عدد ممكن من المنفعة اللي بتعمها على الناس. وأكثر إشي ساعدني إنه لما بتشوفي الحاجة ما عندك مرجعية ترجعي لها أو كتاب أو نمط تقولي بدي أحل هالمشكلة مثل هدول، بدك أنت تكوني خلاقة، بدك أنت تفكري بالحلول. هذه العملية الخلق، عملية التفكير، كانت من أمتع الأشياء بالنسبة إلي اللي حسيت إني استفدت منها. يعني أنا نظرتي المستقبلية أو إنه طموحي خليني أحكي إنه يكون عندنا عيادة إرشاد متكاملة فيها الأخصائيين النفسيين بكلهم، أخصائيين نفسيين واجتماعيين، مشان مش نضلنا على مرحلة التدخل، لا مرحلة التدخل وقاية تدخل وعلاج، هاي أنا طموحي. بالإضافة لأنه بطمح إنه يكون عندنا برامج إنتاجية بشكل أكبر، إنه فيها فائدة بشكل أكبر للمجتمع المحلي وخاصة السيدات. هلا نحكي مثلا إعادة تدوير النفايات الريسايكلينج، لسه ما في كتير مؤسسات اشتغلت عليه لأنه لسه لا يزال في نقص في المهارة في موضوع الريسايكلينج عندنا في الأردن. فأنا اللي بطمح له أنه يكون في عنا مكان هنا رئيسي أو موقع في لتدوير النفايات، ويكون في عنا الخبراء ويدربوا هالستات، لأنه هاي من المشاريع اللي أنا بتوقع أنها بتعود بالنفع الكثير كبيرة سواء للسيدات أو للبيئة اللي إحنا عمالنا منواجه مشكلات وتحديات كثير كبيرة فيها. إحنا عنا هلأ فريق للاستشارات العائلية، لكن هذا بالنسبة لي مش مرضي، وبحب يكون في عنا اختصاصيين كتير أكتر بالمستقبل مشان يكونوا موجودين على دائما موجودين لاستماع للمشاكل الاجتماعية والأسرية والمساعدة على حلها. تاني إشي اللي بحب يكون عنا، بحب يكون عنا فنيين ديزاينرز اللي يرفعوا مستوى الإنتاج عند الستات العاملات اللي عددهم 200 عنا، حتى تسويق منتوجاتهم على مستوى
محلي وعالمي بطريقة أسهل وأحسن، بتجيب مردود مالي لهم أكثر. هذه أهدافي وإن شاء الله نضلنا نشتغل عليها لتتحسن ونوصلها.